بعد ما تابعنا مع حضراتكم فقرة السوشيال ميديا نتوقف معاكم بقى علشان نذهب لستوديو الأخبار والتعرف على موجز التاسعة صباحا. بنصبح على زميلتنا شهيناز جويش وبنرحب بيها في استوديو الأخبار. صباح الخير عليك يا شهيناز ومنورة دايما ومبروك وجودك في استوديو الأخبار. شكرا جزيلا زميلي العزيز محمد جوهر وزميلتي العزيزة أدا إبراهيم وكل الشكر لحضراتكم مشاهدينا. موجز أخبار التاسعة صباحا من الفضائية المصرية، أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة مصورة أنه في حالة جيدة جدا بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وذلك قبيل نقله إلى مستشفى والتر ريد العسكري في ولاية ماريلاند قرب واشنطن لعمل الفحوصات اللازمة. وفي بيان له أكد طبيب البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ في تناول عقار ريمديسيفر المضاد لفيروس كورونا ولا يحتاج لأجهزة تنفس صناعي، مشيرا إلى أنه يتمتع بمعنويات جيدة. وبدورها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني إنه في إجراء احترازي وبناء على توصية الأطباء سيعمل الرئيس ترامب من المكاتب الرئاسية في مستشفى والتر ريد العسكري خلال الأيام المقبلة. هذا وقد وجه مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض موظفيه بوضع كمامات في كل الأماكن المشتركة داخل المجمع الرئاسي وتجنبا للزيارات غير الضرورية للجناح الغربي. يأتي ذلك بينما أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية توقف جميع أنشطته الانتخابية أو القيام بها عبر الإنترنت. هذا وقد أصيب مدير حملة ترامب الانتخابية بيل ستين بفيروس كورونا. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرينته بعد الإعلان عن إصابتهما بفيروس كورونا. وفي تدوينة على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي أعرب الرئيس السيسي عن أمله في أن يتجاوز الرئيس ترامب والسيدة الأولى هذه المرحلة بسرعة للعودة لمواصلة قيادة جهود الولايات المتحدة المقدرة نحو العمل على مكافحة هذا الفيروس على مستوى العالم. أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس تسجيل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة، كما أعلنت وزارة الصحة خروج 288 متعافيا من فيروس كورونا من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 97,143 حالة. هذا وتواصل الوزارة رفع استعداداتها ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن الفيروس واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. احتشد المواطنون في الميادين بمحافظات الجمهورية للاحتفال بالذكرى 47 لانتصارات اكتوبر المجيدة، وذلك لدعم جهود الدولة في التنمية. شهدت الميادين فعاليات احتفالية شارك فيها عدد من الفنانين. وفي منطقة المنصة بمدينة نصر في القاهرة تجمعت حشود كبيرة من المواطنين الذين رفعوا أعلام مصر ورددوا هتافات مؤيدة للدولة وجهودها لتحقيق التنمية. دعت مصر إلى القضاء التام على الأسلحة النووية وإنشاء منطقة خالية من تلك الأسلحة في الشرق الأوسط. جاء ذلك في بيان ألقاه وزير الخارجية سامح شكري عبر الفيديو كونفرنس أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للتخلص من الأسلحة النووية. وأعرب شكري عن قلق مصر البالغ إزاء الجمود الذي تشهده جهود نزع السلاح النووي من جانب الدول النووية واتجاه بعض تلك الدول للتوسع في ترساناتها النووية. كما أعرب شكري عن قلق مصر إزاء عدم تنفيذ الالتزام الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط. توقع الحكومة السودانية اليوم في جوبا عاصمة جنوب السودان على اتفاق السلام الشامل مع الحركات المسلحة المنضوية تحت مظلة الجبهة الثورية. ويحضر مراسم التوقيع كل من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وأكد حمدوك عقب وصوله إلى جوبا أن توقيع اتفاق السلام يفتح صفحة جديدة تنهي الحروب
هذا ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق عقودا من الحرب في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. يشار إلى أن الجانبين كان قد وقع اتفاقا بالأحرف الأولى في جوبا نهاية أغسطس الماضي. رحبت اليونان وقبرص ببيان قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الذي هدد تركيا بعقوبات في حال واصلت أنشطة التنقيب في المياه المتنازع عليها الشرقي المتوسط. ووافق جميع قادة دول الاتحاد على البيان الذي جاء بعد نقاشات استمرت 7 ساعات، وسعت خلالها اليونان وقبرص لتدابير أكثر حزما تجاه تركيا. في السياق ذاته يزور الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي تركيا واليونان الاثنين المقبل للقاء كبار المسؤولين في البلدين في محاولة لخفض التصعيد بينهما. شكرا مشاهدينا لحسن المتابعة وإلى لقاء آخر.